والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. نتحول إلى مصطفى ميزار ليطلعنا على تفاصيل أخبار الاقتصاد. تفضل. شكرا نهى توفيق وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس جورج صفوت انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة. أوضح أن قطرة أسطول هيئة القناة قامت فور حدوث عطل في دفة ناقلة الغاز والتي ترفع علم جزر البهاما بسحبها إلى جانب المجرى الملاحي للقناة والتعامل بكل دقة مع السفينة بالقطاع الجنوبي لقناة السويس. تم عبور باقي السفن والتي كانت ضمن القوافل العابرة للقناة دون أي تأخير. كما أكد المتحدث أن الأجهزة الفنية بهيئة القناة تقوم حاليا بإصلاح العطل الذي أصاب دفة السفينة حتى تتمكن من استكمال رحلتها مرة أخرى. أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول أبراج تقطير الغاز لميناء الأدبية تمهيدا لنقلها لمجمع غازات الصحراء الغربية. أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أبراج التقطير تم تصنيعها بأياد مصرية خالصة في الورش المركزية لشركة بتروجيت، وتهدف تلك الأبراج الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميا. يأتي هذا ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق أعمال التطوير المستمرة والتي أدت إلى إسهام المواني في تسريع وتيرة العمل بالقطاعات المختلفة. نجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز المسال منذ بدء عمله في عام 2005، والذي توقف عن العمل لمدة 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في فبراير من عام 2021. هذا وقد قام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعادة تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز مسال، منها 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 22، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع والذي يمتد لنحو 20 عاما، ما يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط. هذا وقد تم تصدير حوالي 60% من إجمالي الشحنات من مصنع إسالة دمياط إلى أوروبا. أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%. تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. هذا وقد رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر إلى 75 نقطة أساس إلى 8% لمكافحة التضخم المرتفع. كانت هذه ثالث زيادة في سعر الفائدة في العام الماضي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بشكل عام مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك بلس وحلفائها وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وبيانات حكومية أمريكية عن مخزونات الخام والوقود. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 42% لتصل إلى 85.10 دولار للبرميل، وهبط سعر الخام الأمريكي والآخر بما نسبته 8% ليصل إلى 78.81 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.79% لتصل إلى 3.04 دولار لللتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 2.35% لتحقق وتصل إلى 2.6 بالمئة أو مليون دولار لكل وحدة حرارية بريطانية.
قرر تحالف أوبك بلس الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة دون تغيير يذكر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة. كما ذكر بيان من أوبك بلس أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية سيكون في إبريل القادم. كان تحالف أوبك بلس قد اتفق على خفض إنتاجه المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الوضع المتعلق بإنتاج بلاده من النفط وصادراتها منه مستقر رغم سقوف الأسعار والعقوبات الغربية المفروضة. أضاف نوفاك في تصريحات بعد اجتماع عبر الإنترنت مع مجموعة وزراء تجمع أوبك بلس أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول، في حين أن الطلب عليه ربما يتحسن مع تعافي الصين من جائحة كورونا. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمال ما تبقى فيها مع نواة توفيق ودينا فكري. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار.